عسلامة مدام. عسلامة بنتي. عسلامة مدام. عسلامة. قدموا لي رواحكم. أنا اسمي مدام هاجر. مرحبا بك. أنا هدى. مرحبا بكم مدام هاجر وهدى. هوني في تونس في باب جديد. عاصمة. عاصمة. قديش عندكم أصحاب أنتم؟ والله العظيم عندنا برشا. بريسك أنا عمري توا 52 سنة وملي عمري 8 سنين سكنا. جيران جيران نحن وخيين وبيناتنا القبر وبيناتنا وجبنا الأولاد وكل ما شيء وقاعدين يا ما شاء الله على أولادنا تبارك الله ناجحين وشدوا ما شاء الله عليكم أنتم زادة عايشك وقاعدين على خاطر منيش عندنا ثقة في بعضنا ما عندناش الحسد ما عندناش البغض نحكيو لبعضنا بكل ما شيء أما بالحق بالحق ساعات مش نتحركوا معناها نخرج لأخونا راه فهمت ولا فهمت أنا نكره أنا نكره روحي صاحبة ثالثة أنا بصراحة تغير على صاحبتك إي ما نحبش صاحبة ثالثة إذا دخلت الثالثة رايحة شك تهلكها تهلكها حسب التقريب قديش عندكم عشرة خليني نحب تقولي العدد دينا أنا عندي توا قد 27 سنة معارسة حسب ما حكيت لي فوق 40 سنة عشرة ما بيناتك جيرين جيرين نحن جيرين بيتنا خدمو قبل مع بعضهم في البرد سكننا مع بعضنا تبارك الله كي عرسنا شرينا الديار زادا مع والدينا بجنب والدينا وهي رجعت زادا سك غاديكا شريت دار غادي وانا كيف كيف وقعدت عشرتنا متواصله حتى كي نخرجوا نخرجوا مع بعضنا ونعملوا مع بعض سختوا العيد الصغير والعيد الكبير مع بعضنا كيفاش مع بعضكم في العيد الكبير مثلا نخرجوا نقضيو شنو اللي نكتب رمضان انا يعجبني رمضان عجاتي نخرجوا الفريب زاد يا احد ذكريات ولا بالطبيعه عندنا حاجات مثلا وقت اللي ولادنا يقراو وقت الباك وقت الكونكور في وقت الكورونا زيدا وقت الكورونا بالتليفون نحكي مع بعض ما عادش تقابلوا لا لا الروح عزيزة لا كيكة عادة لا كيكة واحد ما يسمعنيش والله هي جيت جيت طلت على بنتي وأنا مشيت لها طليت عليها أما جناية من البعيد لبعيد وقتها إي لا ذيك لازم العباد الذكريات قبل العرس نتاعكم ولا شوية والله ما عندي ذكريات ذكريات كيف شنو مثلا خرجتوا حوستوا وعملتوا قهوة لا الحق والله قبل العرس انا عندي 27 سنة ولا 8 ليه توا في 29 سنة معارسة كنتوا صاحبات تخرجوا ولا اي بنيت حومة ريت كيسير فرح مع بعضنا في الحومة عندنا جو اخر في العيد في الحومة نتاعنا تقنا كل ملمومين مع بعضنا والله وكبرنا الحمد لله ربي يقدروا بعضنا ونحترموا بعضنا ولادنا توا تبارك الله رجال وبنيتنا صبايا زادا هما هكاكا صدقني بالنسبه لي قاعده نقول لك اللي ما قدش العشره يشد بلاستو والله والله ما يخالطش العباد وفما راهو فما حشيك يبدا صاحبك وصديق وتاكل معاك الماء والملح وهي حشيك من داخل الكره والله. والبغض صدقني تعدى عليا انا هذا يتعدى عليا مش نقول لك اما واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل اما صديقه الطفوله تختلف لا تختلف كيما الاخت يعني ولا ايش نقول لك حاجه لونفونس حاجه اخرى راهو يتعاركوا فيها لونفونس ما عندناش عقل كيما توا ما توا احنا كبرنا فهمتي ما عادش يراو بعضهم صحاب يعني كيف الاخوات والله ساعات اختي عندي حاجه ما نحكي لهاش وهي والله نحكي لها مثلا نقول نحكيوا لبعضنا اش فما ما فماش امور فلوس اللي تنقص فلوس تقول واللي مثلا عندها حاجه باش تشري نحكيوا لبعضنا والحمد لله الحمد لله انا قبل ما تعرضينا انت مبارح مشي للمارشي سونترال ديريكسيون باش نشريو باش تشريو تو والله باش نقضيو شويه سكالوب شويه حشك نقعد شويه مش حاجه هكا كاين رواحكم ميل العيد الاضحى اي اي لا تبارك الله انت جا خليته في الدار وحده متحير عليه مروحه نجري عليه صغيري تحير ملا ما تتحيرش ولدي البارح كت فيه 750000 يلزم ان شاء الله عيدنا مبروك قبل ما نعيدوا لبعضنا مدام خلينا نحكي شنو رايك في الصدقات نتاع الجيل الجديد ما تعجبنيش والله دبوس القش قد اكثر منها والله مقاره المدامه يا بنتي عندك والله صدقني دبوس سونتر فيل هكا هاو يا بنتي مش نورمال لوجيك لوجيك والله صحيح تو ما تعدش عليهم جينيراسيون هذو ما تعدش عليهم والله حتى الكبار على فكره والله ريت بالنسبه لاولادي انا مربيتهم كيما تربيت انا صدقني عاشروا مش على خاطر اولادي انا نغزرهم يعاش حتى ساعات كي يسمعوا كل ما يجيو مستغربين يجي يقول لي تقول لي ماما كل عبد كيفاش يحكي انا تبارك الله بنتي باش تتخرج سنه مهندسه كل اللي تبارك الله متثقف ساعات حتى انا كي تشوفني هكا نسمع كلمه نقولها تقول لي شي مكفيهم هي تبرد معناها فهمت نورمالمون فيهم مش اما بالحق راهي عشرة قبل وعشرة تو مش كيف كيف انا قلت لك وراس اختي وراس بنتي الغالي شو دبوس كاش تكتكو برشا تكتكو برشا على بعضهم شنو هو السبب مدام؟ لا
الاول حاجه درجه اولى راه البعد على الدين مش بعيد على ربي سبحانه قاعده تمشي لعبات بعد على ربي راه وشخصيه برويقه شخصيه على قدها وسيدة برشا 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 حسد مثلا تراك حتى قدمت خطوه كله ديما انا نقول المدرسه الكبيره هي الدار دار قبل كل شيء تقني كل صغير راهو ريت فيه حاجه راهو خذاها من والدي والله 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 كل صغير سيفابيه ولا خايبه كان سيفابيه ولا خايب راهو خذاها من والدي ابي اما ايش نقول فما والدين باهيين راه فما الحق وكهو لونتوراج لونتوراج الشارع الاكثريه لونتوراج معناها يطيح تبارك الله يا اخي نحن هاو لهنا اولادنا عايشين وكل ما شيء يعني قلت لك انا انت تبارك الله انا مانيش باش نقول لك على وليدي معناتها تبارك الله يا ما شاء الله عليك. انا بنتي قرات لين خذت الباك لين تخرجت لين سافرت. ما عندهاش صاحبتها انت خاطر انا ريتهم صاحبتها لا جالوزي هكا في تفوقها في كل شيء انا تبارك الله صاحبتها ماذا؟ اه وي وانا ناخذ لها حق تعمل حاجه هكا لبنتي ما نعديهاش. صارت قبل الحكايه هذه؟ اه وي صارت. صارت والله العظيم صارت قلت لها اسمع بنتي عاقله متربيه انت لا تجي لك لا في كره لا في ديكوره لا في ثقافتها لا في حتى شيء ما انا راني نبعد عن نهبل. يعني الام كي تشوف صاحبه بنتها تفيق بها تغير منها ولا ولا تحبها ولا ما تحبهاش حتى المامون نتاعهم راه حتى لي مامون مش ترجعها تقول لها يا بنتي حتى المامون راه زيد عندها دور كبير راه هو كلام مسيح الوالدين ربي يهدينا وكها الصغير يتعلم على والديه يتنقم منه يشوف منه كان باهي خذاه منه كان خايب خذاه منه صدقني باش نقول لك حاجه تو باش نقولوا احنا ربينا الانثى والذكر فهمت تبارك الله مصلي على النبي وليداتنا لهم تاع هكا مشاكل يحبوا هكا ظلم في العباد والله العظيم والله مش خاطر رم ولادي ولا خاطر ولادها انا جارتي نعرف ولادها وديجا تعرف ولادي فهمت وربي يهدي ربي يهدي والله ربي يهدي خاطر راهو نقول لك حاجه راه باش تعمل حاجه تخدم مخك باش تعمل راه باش يدور 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 وتيح في راسه العبد هذاك مش علاش العباد ما تخممش في الحكايه هذه ما تخممش تخدم مخك هاك دور خاطر هاك خدمت مخك هاك وجعتني هاك قلت انا ما عندي ما يزيد علي كل خير اما راه توتار باش تراسي كان في راسه الشخص هذاك اسمع ونقول لك حاجه راهي المراه اللي واقفه على ولادها والناجحه وتكون في حومه شعبيه انا نتمنى تو يوصل الميساج هذايا للانسان اللي في مخي انا راهو يغيروا منه راهم يحسدوه راهو مش خاطر اللي يحسد ربي مش باش يعطيه جمله والله العظيم مش باش يعطيه اما يرجع عليه حسد والله انا نضحك عليه انا ريتهم راهو في وجهي يفيق بروحه حسد يمشي يستعوذ من الشيطان لا والله لا لا باش يستعوذ من الشيطان يا الشيطان بيدو براحتهم قله وعي بانه الانسان اللي يحسد ربي مش باش يعطيه هروب على الدين والوعي ما فماش وربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي واحد يقول الختام والله يقول لك ان شاء الله عيدكم مبروك بنيتي وربي يعيشك وربي يهدينا على بعضنا وان شاء الله كل صحبه تتم ونحب فما صحيب ما بديش واحد يخدم في مخه برشا راهي هذيك اخيب حاجه ماذا بك توقف مع صديق ولا صديق يبدا مخك نظيف ما تبديش نقول لك حاجه نوعيه النساء هذوما دايوغ احنا بون باش نخالطوا نساء مش خالط نعرفهم نعطيهم هكا بظهري باللفته ديما هكا فافوري عليهم ديما انا الفوق حتى وكان نبدا انا راه ربي يعلم بنبدا ديما هكا انا الفوق على العباد هذوما فهمت سميتي غصبا ما يهمنيش والله العظيم عندي حاجه في مخي نعملها وكها والله عيدك مبروك مدام عايش بنتي عايشكم الصح انا فرحت